ودلوقتي برضو هنعمل عيش السرايا بطريقة سهلة جدا جدا جدا. هنعمله بالتوست الجاهز. ازاي نعمل عيش سرايا سريع ونوع حلو عموما سريع، وبرضو تفاصيله مش كتير. هنعمله مع بعض بطريقة بسيطة جدا، بس بعد ما نقول المقادير. عندي بقى مقادير عيش السرايا توست منزوع الأطراف. جايبة توست عادي وشايلة من الأطراف بتاعته اللي هي المحمصة، تمام؟ الكميات أنا مش كاتباها عشان لو حابين تعملوا قالب صغير قالب كبير، هي زي ما انتوا هتشوفوا ملهاش مقادير قوي على حسب القالب اللي انتوا هتحطوا فيه. عندي توست منزوع الأطراف، وعندي لون أحمر، وعندي شربات خفيف، وعندي كمان معلقة كبيرة مية ورد حسب الرغبة. في ناس ما بتحبش خالص طعم مية الورد في الحاجات، فما فيش مشكلة، ممكن إيه نستغنى عنها، تمام. وعندي علبة قشطة واتنين باكو كريم شانتي مخفوق، وكمان عندي شوية فستق مجروش، سوداني مجروش. ما عنديش خالص، ما فيش مشكلة، يعني ما فيش أي أزمة. نشوف اللي متوفر نقدر نحطه نحطه. يبقى عندي توست منزوع الأطراف، وعندي كمان لون طعام أحمر، وعندي شربات خفيف، وعندي معلقة كبيرة مية ورد حابين نشيلها تقدروا تشيلوها، وعندي علبة قشطة واتنين باكو كريم شانتيه مخفوق وفستق مجروش أو سوداني مجروش، تمام؟ طب الشربات الخفيف، أنا دايما بقول لكم طريقة الشربات. شربات مع كوبايتين سكر عليهم كوباية مية، وهسيبهم ما اقلبهمش خالص لحد ما هم يعملوا لي الشربات بتاعي، وفي الاخر احط عصره ليمونه، حابين تضيفوا لها فانيليا، عود قرفه، كلام اي منكه براحتكم خالص. لو مش حابين هيبقى تمام بالنسبه لي. عايزين نخففه هنسيبه شويه صغيرين على النار، هنتقله هنسيبه اكتر على النار يتقل معايا، او ممكن ازود نص كوبايه ميه لو عايزاه خفيف. اهو ده الشربات اللي انا هستخدمه. معانا سحر. اول حاجه عليكم السلام. ازيك يا فاطمه؟ ازيك سحر؟ انا سحر. سمير. ازيك يا سحر؟ سحر سمير اللي بتبعت لنا على الصفحه دايما، وكانت معانا ضيفه هنا. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ضيفه الحمد لله، انا بقالي فتره بحاول اكلمك. معلش اتصال وكده. معلش يا حبيبتي، معلش. روح على البرنامج الجديد. الله يخليكي. تسلمي يا حبيبتي، انا مبسوطه يا سحر دايما والله اللي انت بتابعينا وبتبعتي لنا حاجتك دايما، منتظمه على الموضوع ده دايما على الصفحه. برافو والله اكتر ان انا معاكي بس على طول، يعني انت بتبسطينا يعني. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي يا سحر على تليفونك الجميل ده. حبيبتي مبسوطه اللي انت كلمتينا. ماشي يا حبيبتي، ماشي يا حبيبتي. معانا ولا خلاص؟ طيب يا سحر، ميرسي حبيبتي على المكالمه جدا. دلوقتي انا في الكبه دي هبدا افرم كل التوست اللي عندي. اهو بصوا اهو، ممكن اعملهم على مرتين عشان الكبه عندي كبه. خلاص، بعد ما فرمت التوست بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي احط لون احمر، بودر او سائل او اي حاجه اللي انا متوفر عندي. هشيله بس كده بالراحه اهو، واحطه. انا هنا مستخدمه بودر، تقدروا تستخدموا الجل، تقدروا تستخدموا السائل براحتكم خالص، ما فيش اي مشكله. واحط كده ايه، يا دوب رشه، تمام. وهشوف لو محتاجه تاني احط رشه كده، تمام. وهبدا الشربات اللي انا عندي ابدا اضيفه عليه. انا هشيل لكم دي كده. معانا اسماء. اسماء ازيك؟ وهبدا احط الشربات. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الو، معاكي يا حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله. ازيك يا جميلة، عاملة ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي، عندك أي سؤال؟ عايزة أعرف ازاي الواحد يعمل همبرجر لبيتي. حاضر، هجاوبك عليه عشان جالنا كمان سؤال عليه النهاردة. حاضر يا حبيبتي، ماشي. يبقى أنا حطيت بعد ما فرمت التوست، حطيت لون أحمر وحطيت شربات خفيف. تمام؟ ممكن ابدا انزل بقيه التوست عشان الشربات قلل معايا الكميه شويه، بدل ما اعمله على مرحلتين.
انزل بكل التوست كده اللي عندي، واوقف اديله تقليبه واكمل تاني اهو. اجيب بس حاجه كده اقلب بيها اهو. بصوا الشربات عمل معايا الخليط، خلاه متجانس كده مع بعض اهو. هديله بس فرمه كده تانيه، احط له شويه شربات تاني، وعايزه لونه اغمق من كده شويه هحط شويه لون كمان. نحط اللون بالتدريج عشان ما يغمقش معايا قوي. رشه كده اهو، وهبدا اجيب الغطا بتاع الكبه. يبقى انا في الكبه هنا حاطه التوست اللي مفروم، وحط عليه الشربات الخفيف واللون. تمام، واكمل بقيه الكميه. انا عايزه اخلص كميه التوست دي كلها. لو عندكم كبه اكبر شويه يبقى هتحطوا التوست يتفرم، وبعد كده هتقوموا حاطين عليه الشربات اللي فيه اللون بتاعي اهو بالشكل ده كده. وهحط برضو عليه شويه شربات، انا عايزاه متشرب خالص شربات اهو، وسنه لون كمان برضو. عايزه يبقى لونه احمر، مش لونه يعني وردي كده، عايزه يبقى لون الاحمر الحلو ده اهو. هبدا اخلط كل ده برضو مع بعض، هقلب واخلط تاني. بصوا شايفين القوام بقى عامل ازاي من الشربات؟ انا عايزه القوام ناعم كده. معانا دعاء. صباح الورد عليكي يا جميله. صباح الفل. بصي صوتك مميز يا دعاء، والله صوتك بيدينا كده فرحه. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الفرحه دي بتجيلي لما بشوفك. انا الحمد لله بخير. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي والله. صباح الورد يا صباح الفل على اجمل واحده في الكون. الله يخليكي، الله يخليكي، تسلمي يا رب. حبيبه قلبي والله. تسلمي يا حبيبتي، انا كده هتعود على كل يوم مكالمه من دي. ايوه ما انا لازم اكلمك كل يوم. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي، تشرفي وتنوري. انت عارفه بسم الله عليك ما شاء الله. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي. بقول لك والنبي لما كنت سالتك على الفطير ليه نشف مني امبارح، انا مش عارفه هو في رد ولا لا، لان النور قطع، فانا مش عارفه بقى. هجاوبك، هجاوبك حاضر النهارده. الله يخليك. انا جاوبتك امبارح بس هجاوبك حاضر يا دعاء تاني. انا اسفه سامحيني، معلش هغير تاني. لا يا حبيبتي حاضر. لا خالص خالص، تحت امرك يا حبيبتي، تحت امرك. ماشي يا حبيبتي، بصوا اهو هضرب كده كده تمام جدا اهو. نروح بقى للبايركس اللي انا هفضي فيه. تمام، بصوا القوام بتاع عيش السرايا اللي انا عايزاه اهو، شايفين عامل ازاي؟ اهو مبين معايا اهو، عايزاه متشرب كله بالشربات بالشكل ده كده. تمام، هحطه هنا. تمام، قبل بس ما نطلع فاصل هقول لكم هعمل ايه. انا هفضي كل عيش السرايا عندي هنا، وهشيل كل اللي في الكبه بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهفرده وهحط عليه القشطه. هقلب القشطه مع الكريم شانتيه بالشكل ده كده، وهحط عليه معلقه من ميه الورد حسب الرغبه، وهفرد ده وهقلب ده واحطه فوقيه. جبنه توست حطيناه برده في الكبه، اتفرم كله، حطينا معاه لون احمر وشربات خفيف اللي هو كوبايتين سكر على كوبايه ونص ميه وعصره ليمونه، نسيبهم لحد ما يتحولوا لشربات خفيف، ونحطهم على التوست المفروم مع لون الاحمر. بقى معايا الطبقه اللي تحت فردتها، والطبقه اللي فوق عباره عن 2 باكو كريم شانتيه مخفوق، كريمه مخفوقه، حطيت عليها علبه قشطه، يعني خلطتهم مع بعض مع معلقه من ميه الورد او ميه الزهر على حسب طبعا الرغبه، وحطينا اي سوداني، شويه سوداني عندنا، شويه فستق ما عندناش خالص، هتبقى زي الفل. دي ده عيش السرايا السريع. وعملنا كمان كشك المز، عملناه كفته، ما عملناهوش ان هو يعني